أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي في كل مكان جميعا ورحمة الله وبركاته. البعض منا عندما يتشرف بزيارة المشاهد المشرفة وعلى رأس المشاهد الحرمين الشريفين، الإنسان يعيش حالة من حالات رقة القلب وإقبال القلب، بحيث حقيقة عندما يرجع إلى وطنه وهو بين أهله وأولاده يعيش حالة الغربة. رأينا بعض الحجاج والمعتمرين والزائرين يرجع إلى وطنه بين أهله ولكن فيه شيء من الوجوم الشرود، وقال له يا فلان ما بك؟ يقول قلبي متعلق بالمكان الذي كنت فيه، جسمي انتقل ولكن قلبي في مكة، قلبي في المدينة، قلبي في كربلاء عند الرضا عليه السلام بأرض طوس. المهم هذه حالة إيجابية جميلة، ولكن لنا تعليق على هذه الحالة. أولا المؤمن عليه أن لا ينخدع بهذه الحالات، أنا أسميها حالات موسمية. ما أنا فيه من الإقبال القلبي عند الكعبة من شرافة الكعبة، أنا ما تغيرت، أنا الذي كنت قبل يوم أو يومين وأنا قبل المجيء إلى مكة وإلى المدينة كنت على ما كنت عليه من قسوة القلب. إذا هذه من شؤون الضيافة، ضيافة رب العالمين في هذه المواطن المباركة. تعرفون لكل إنسان، لكل قادم كرامة. أنت عندما تزور ملك من ملوك الدنيا غاية إكرامه أن يعطيك طعاما شهيا، أن يعطيك مالا وفيرا. رب العالمين لا يعطيك مالا ولا طعاما عندما تذهب إلى المسجد الحرام، يعطيك إقبالا، يعطيك رقة، يعطيك دمعة. وأنا أعتقد أنه أقل الناس إيمانا وأقلهم فهما لا يعني يستبدل هذه الحالة الروحية بشيء. لو قيل له في أثناء طوافه وهو مقبل أخرج الآن خارج المسجد لتأكل طعاما شهيا، هذا الإنسان يضحك على هذا العرض. فإذا حالة الإقبال هذه منحة إلهية ولطف إلهي. الفخر، كل الفخر أن نستصحب هذه الحالة في أوطاننا. وبعبارة علمية جميلة بعض العلماء يعبر تعبيرا جميلا، يقول فرق بين الحال وبين المقام. ما نحن فيه في المشاهد الشريفة حالات إيجابية، ولكن عندما تزول هذه الحالة نعرف من زوال هذه الحالة أنه لم نصل إلى رتبة ثابتة، إلى مقام منيع. المهم أن يكون الإنسان بهذه الحالة وهو خارج المشاهد. ومن هنا نقول إخواني في ساعة الوداع، نحن نعرف أن الزيارة المتميزة هي الزيارة الأولى والأخيرة. الأولى يغلب عليها الشوق والفرح الشديد بالوصول إلى ذلك المشهد، والزيارة الأخيرة فيها ألم الفراق والبعد. هذا شوق مقدس وهذا حزن أيضا مقدس. من المناسب في ساعة الفراق أن نخاطب رب العالمين، أن نخاطب النبي، أن نخاطب ذرية النبي، أنه يا موالي أنا استمتعت بجواركم هذه الليالي والأيام، فلا تسلبوا مني، يخاطب رب العالمين، لا تسلب مني صالح ما أعطيتني أبدا. يعني أذقتني حلاوة الأنس، حلاوة الذكر، فليس من موجبات الإكرام الكامل أن تقرن حلاوة الأنس بمرارة الهجران والبعد. هذا الكريم من واقع لا يتبع
إحسانه بهذا الأمر. فعليه في ساعة الوداع نطلب من رب العالمين ونقسم عليه بجاه من زرناه أن لا يسلب منا هذه الحالة. وأنا في ختام كلمتي هذه أقول إذا زرتم هذه المواطن الشريفة قولوا ما أمرنا به في زيارة الوداع: صيروني أو اجعلوني من همكم. فرق بين أن يرجع الزائر من إلى وطنه ورب العالمين لا يلتفت إليه بعد ذلك، وبين إنسان يتبنى يتكفل وهو في وطنه الإمام الذي زاره النبي الذي زاره ينظر إليه بعين اللطف والكرامة. اجعلوني من همكم، صيروني في حزبكم، اذكروني عند ربكم وادخلوني في شفاعتكم. جعلنا الله تعالى وإياكم جميعا من مصادق هذه الدعوات المباركة، والحمد لله رب العالمين.